بسم الله. قوامة النوتيت أول حاجة بلاقيها اللي هي إن أنا أرسم دايمنشن، بعد كده نرسم ديتيلات، بعد كده نكتب تكست وأحط تاج على اللوحة. هنشوف الدايمنشن اللي هي أول حاجة عندي اللايند. اللايند ده بيقوم برسم الأبعاد المائلة على سبيل المثال من هنا لهنا. بعد كده اللي عندي لينر، ده بيرسم الحاجات اللي هي الأفقية والرأسية. بعد كده بقى عندي الزاوية، زي ما حضراتكم شايفين من الترسي انا بختار اول ضلع وتاني ضلع للزاوية، يروح كاتب لي الزاوية اللي بينهم. بعد كده بقى عندي راديال عشان اعرف نص قطر الدايرة. على سبيل المثال مثلا الدايرة الباب دوت اهي جاب لي نص قطر الدايرة ديت. وبعد كده بلاقي ارك لينث عشان يقول لي طول المنحنى.